لكن تتالي هذه العمليات داخل الخط الأخضر أو في القدس أو عند مشارف القدس يشير إلى حجم الغليان الكبير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية نظرا لما يحدث بالأساس في قطاع غزة وعمليات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة هناك وعدد الشهداء غير المسبوق في قطاع غزة، بالإضافة طبعا إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المختلفة سواء في القدس وداخل الخط الأخضر وقراره تقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك أو في الضفة الغربية، وعدد كبير من الشهداء، مئات الشهداء الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة. لكن بالأساس حالة الغضب الإسرائيلية هي مما يفعله، حالة الغضب الفلسطينية في عموم الأراضي الفلسطينية في القدس في الداخل الخط الأخضر في الضفة الغربية هي بالأساس من الحرب الدموية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر والحصار الطويل الذي يفرضه على القطاع والصور التي يتباهى بها الجنود الإسرائيليون من قطاع غزة، يتباهون بالسرقة، يتباهون بأنهم يعدمون فلسطينيين في قطاع غزة، يتباهون بمنازل الفلسطينيين التي يفجرونها داخل قطاع غزة. كل هذه الممارسات داخل قطاع غزة والمجزرة المفتوحة على الهواء مباشرة كما توصف عند كثير من الفلسطينيين أثارت غضبا واسعا عند الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي الداخل وفي القدس، وكانت النتيجة استمرار هذه العمليات. وكأن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لا يكفيه، فبدأ يستفز الفلسطينيين ويفرض عليهم عقوبات في مناطق مختلفة، مناطق وجودهم المختلفة في الضفة الغربية، أكثر من 300 شهيد داخل الخط الأخضر، فرض تقييدات على الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان. والتحذيرات تشير إلى أنه طالما استمرت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي هذه في الأراضي الفلسطينية وطالما استمرت الحرب على قطاع غزة فربما تنفجر الأوضاع أكثر في القدس وفي الداخل وفي الضفة الغربية.